المنقوشة. في مثل بيقول إنه ما في غريب بيشرب من مية الشام إلا بيرجع لها، ولها المي قصة طويلة مو معروف بالضبط إمتى بلشت، بس أكيد كانوا الرومان يستخدموها ويشربوا منها بدليل قنوات المي الرومانية يلي كانت موجودة قريب من نبع الفيجي واللي بيروي كل الشام. أما القصة اللي رح نحكي لكم ياها اليوم فهي كيف وصلت مية عين الفيجي للشام، ومين هن الرجال الوطنيين يلي صمموا وسعوا للهدف وقدروا بإصرارهم وعزيمتهم يحققوه. والمعلومات اللي رح قلكن ياها من أولى من مجلة الشرطة بعددها الصادر بنيسان سنة 1952. خليكن عالسمع. كانت دمشق أيام الرومان وأيام العرب بتشرب من مية الفيجي بواسطة قناة محفورة بالصخر بتمر على سفح الجبل بوادي بردة، وبتمتد من نبع الفيجي لأعلى نقطة بحي الصالحية. ولساتها لهلأ آثار هاي القناة موجودة، بس للأسف تخربت بعض أجزائها بسبب الإهمال والأحداث الطبيعية. وبعد تخريب القناة وخروجها عن الخدمة انحرمت دمشق من المي النظيفة والصافية، وانتشرت الأمراض والأوبئة. وبأول القرن العشرين فكر ناظم باشا والي دمشق بالعهد العثماني بجر مية عين الفيجي لدمشق عن طريق قصات الحديدية، وفعلا تم هالمشروع وتوزعت المي على حوالي 500 سبيل بكل أنحاء دمشق. وبالمناسبة هاد مو العمل العمراني الوحيد على أيام ناظم باشا، كان في أعمال عمرانية تانية بدمشق أسست للمدينة بشكل الحديث، مثل دار الحكومة ودار البلدية ومديرية الشرطة والمشفى الوطني. المهم نجح مشروع جر مية عين الفيجي أيام ناظم باشا، بس مع الوقت ما عادت الكمية اللي عم تنسحب كافية، خاصة مع زيادة عدد سكان العاصمة خلال فترة الاحتلال الفرنسي. مشان هيك فكروا بعض المسؤولين الوطنيين من أبناء دمشق بهداك الوقت بتنفيذ مشروع وطني محلي لجر مية عين الفيجي وتوصيله لكل مناطق وأحياء دمشق. وأول من فكر بهذا المشروع كان فارس الخوري المستشار الحقوقي للبلدية وعضو مجلس الاتحاد السوري. وتشكلت لجنة للحصول على الامتياز لهذا المشروع باسم مدينة دمشق، تتألف من عضوين هن لطفي الحفار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وعارف الحلبوني، وتألفت كمان لجنة تانية تحضيرية بتضم عدد من الشخصيات الدمشقية منهم فارس الخوري، سامي مردم بيك، عطا العظمة، أحمد الدياب، يحيى الصواف، وأنطوان السيوفي. ورغم وجود عدد من الشركات الفرنسية اللي عم بتحاول تسعى للحصول على الموافقة لهذا المشروع، قدرت اللجنة السورية الوطنية تحصل بصعوبة على الموافقة من الحكومة بشباط سنة 1924، لكن هاد بفضل إصرار أعضاء اللجنة على تحقيق هدفهم ومد مية عين الفيجي للشام بجهود محلية. وبلش الشغل بالمشروع بإيلول سنة 1925، وانتهى المشروع بسنة 1932 بتكلفة 270 ألف ليرة عصملية ذهب لمد قناية طولة 18 كيلومتر بتتألف من 40 نفق، 3 قنوات مبنية بالإسمنت المسلح أو الشمينتو، وأربع جسور بيختلف طولها بين 15 و50 متر انبنت من الإسمنت المسلح كمان، وسيفون كبير بطول 400 متر بقرية وادي دمر يلي بتبعد عن دمشق حوالي 7 كيلومترات. وظلت مية عين الفيجي عبر كل هالسنين توصل لبيوت الشام وتروي أهاليها بفضل الهمة والغيرة والإحساس بالوطنية عند رجال كان هدفهم سقاية البلد وأولاد البلد. المنقوشة.